ده رمضان. ايوه خصوصي برمضان. كيف ليه تاني؟ ما بتجيني الا برمضان. رمضان كريم. اجواء رمضان مثل ما انت شايف، خبزة رمضان هذا شغلنا نحن كل سنة. هذه المهنة مهنتنا، صرنا شي بالمهنة شي 30 سنة. مثل ما شايف جو الصليبة هلا، هسه بعد شوي بتبلش الحركة أكثر، الناس تعجو بترقد العالم على خبزة رمضان، وهلا بتبلش الزحمة هون وعلى الفرن وعلى العرقسوس وعلى التمر الهندي والقصص. شوفت عينك، وكل عام وأنتم بخير يا رب.